بن سديرة يعلق على قرار المحكمة حول قضية حفيظ دراج ضد صوفيا. تعالوا نسمع مع بعض. يا ريت إخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل ما يدعمني بقناتي. هيا بنا نسمع. وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم و20 نظن 20 ألف دينار. نعم 20 ألف دينار غرامة نافذة طبعا للمحكمة. طبعا هذه 20 ألف دينار غرامة و100 مليون، 100 مليون اللي هو مليون دينار يعني 100 مليون سنتيم تعويض للضحية اللي هو حفيظ دراج. هذا حكم غيابي قبل أشهر يعني تكلمت عليه. هي كانت في ليون في فرنسا وخرجت تعيط قلت لهم أنا ما على باليش وكيفاش ما خبرونيش وكذا والمحكمة ونروح وندير وكذا، ودخلت للجزائر بالفعل وراحت المحكمة الشركة قالوا لها نعم كاين حكم غيابي لأنه بعثنا لك استدعاء في العنوان تاعك في عين بنيان وما جيتيش. قالت لهم أنا عايشة في فرنسا. قالوا لها الآن راكي هنا في الجزائر. قالت لهم إيه ديري طعن، من حقك تديري طعن قانونيا، أطعني في الحكم ويصبح الحكم من جديد وكأنه ما كانش. إذا هي طعنت في الحكم وكانت تاكلة أنه يتدخلوا اللي دخلوها نهار الأول واللي ضمنوا فيها وقالوا ما تزيش تنبحي كي الكلبة وما تزيش ديري مشاكل، كانت ضامنة باللي يضمنوا فيها. اتصلت بهم قلت لهم قال آه خلاص احنا عاوناك وإن كان لازم نعاونوك، درك بينك وبين الناس عندك مشكلة تسبي في الناس الله يسهل عليك. وقفت في المحكمة تاع الشراقة وبدأت تنبح. يا ترى هل هذا الكلام صحيح؟ أول حاجة تقولها لرئيسة الجلسة قالت لها السيدة الرئيسة راكي عارفة هذا حفيظ دراج هذا وشكون أصحابه؟ رئيسة المحكمة ما سألتهاش ولا ما قالت لها يعني إيه وش؟ قالت لها هذا صاحبه بن زديرة هذاك الخائن، بن زديرة هذاك تاع لندن هذاك الخائن اللي ظل يهضر وكذا. رئيسة المحكمة قالت لها هذا الأمر ما يهمناش، احكي لي على الموضوع الفيديو هذايا يعني اللي راهو قدامك، أنت اللي درتيه؟ قالت لها إيه. أنت اللي سبيتي وشتمتي؟ قالت لها إيه. خلاص هدرنا في الموضوع هذا، صاحبه فلان ولا فلان هذاك موضوع آخر ما عندك حتى، معناتها فوتيه. هي حبت راكي عارفة شكون هذا صاحبه حافظ دراجي؟ شكون؟ بن زديرة هذاك الخائن اللي في ال آه صح معليش. قلت لها على بالنا بن زديرة يقول فيها على العلن قدام الناس وحافظ يقول على العلن وتبون على باله وشنقريحة على باله زيدي وشكون؟ الناس كلها بالهم بلي بن زديرة صاحب حفيظ وراه مشكل، والسعيد صاحب تبون، والسعيد صاحب مستشار الرئيس، والسعيد صاحب مدير المخابرات، والسعيد صاحب مدير الشرطة، والسعيد صاحبه قاعد على باله عادي جدا وراه مشكل. المهم خلاصة القول القاضية قالت لها ادخلي في الموضوع، الفيديو هذا تاعك انت اللي سبيتي انت اللي شتمتي. قالت لها ايه. قالت لها مالا خلاص اعتراف سيد الأدلة، المحكمة تؤيد الحكم الصادر سابقا 6 أشهر حبس نافذة و200 دينار. استنى نافذة ولا شنو قلنا 6 أشهر حبس؟ ايه نافذة 6 أشهر حبس نافذ. نعم ماهيش سوسي ماهيش وقف التلفيل، 6 أشهر سجن نافذ، 20 ألف دينار غرامة تروح للخزينة العمومية، و100 مليون سنتيم حقوق تعويض للضحية الشاكي حفيظ دراج. الآن البقرة الحلوب عندها حق استئناف الحكم لمجلس قضاء تيبازا، وأكيد مادام معترفة والدليل موجود راح يكون تأييد الحكم على الأقل، أو ممكن ينقصوا لها يديروا لها سورسي. أنا مش عارف 6 أشهر حبس شرف هذا الكلام. معناتها تزيدي تحلي فمك يا البقره الحلوب والله انت حلوب هل انك انت هذا الكلام يعني في هذا البريود تاع 10 ايام تاع كاس هو بيتكلم وهل ينفع علي. بن سديرة اتق الله اتق الله. رحت ريزيرفيت لهم اوتيل مليح نقي ب 40 اورو الليله، انا هذا لكم بناء على معلومات رسميه. ريزيرفيت لهم ب 40 وهو اكيد راح يحكموا عليه ب 10 سنوات اوتيل رخيص على هذا كوت ديفوار وخاص لي زوتيل يعني ما كاش.
هي فاكتورات لهم، قالت لهم انا ريزيرفي لكم هاهم عندكم لي زوتيل كذا، قالت لهم 150 اورو الليله، ديت معاهم ربح 110 اورو لليله. انا حاسس انه بن سديره هذا يعني كذاب، حقاره وقاحه وطمع. والله انا حاسس انه هو درجة. كذاب، حاسس انه هو كذاب. بقرة كيما انت وشن تنطح طول وش. يا ريت اخواني واخواتي يكتبوا لي شو رايكم، شو تعليقاتكم حول هذا الفيديو وهذا سدير الذي يطعن بيعتبر بنت بلده. تعالوا شو رايكم بالتعليقات، انتظركم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو. لا تنسون وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع. يلا